كاور مع انه كثير بعيد من هون. كان في كونسرت اللي كنا محضرينه لغبطتك وللاردنيين. فخلي خبرك سيد دكتور شريدي كيف راح وشو صار وكيف العلاقه اللي تلقيت وهلا عم تخطط لشيء كثير حلو دكتور شريدي مشان هيك انا الحقيقه انا بروح على لبنان سنه 1992 وتعلمت شوي بالجامعه اللبنانيه فتره طويله وعشت بلبنان فتره طويله يعني بعرف شوي. ف الحقيقة كان في موقع مكاور أبونا جوزيف عمل إشي حلو. أنا كنت أفكره بس راهب يعني بس شيء هو شوي معلومات باللاهوت، بس اكتشفت الكنز اللي عنده بالعمارة باللاهوت بالتاريخ بالجغرافيا بالفن وبالموسيقى. أحلى إشي أبونا عنده الروح الطيبة. كنت أشوفه أيام جيل الإنجيل بالأو تي في، كنت أشوفه بس ما كنت يعني اشوف انه عنده هذيك البعد الموسيقي الموجود بهالمنطقه. فرحنا على مكاور. الحقيقه انا لما رحت على مكاور شعرت بروح المكان. ليش؟ لانه استحضر هيرودس واستحضر يوحنا واستحضر الاحداث من خلال شيء محب للجمهور. والحقيقه كان شيء رائع جدا. وان شاء الله انه الايام بتسمح لنا نعمل شيء عن قصه